ورجعنا لكم بعد الفاصل، وهنتكلم دلوقتي عن حاجة مهمة جدا جدا وبتعمل مشاكل في بيوت كتير قوي. لما الراجل بيسيب شغله لأسباب كتير، معاش أو ساب شغله أو هيغير شغل، وبيقعد فترة كده في البيت 24 ساعة على 24 ساعة، بيجيب حالة هلع هستيري للست اللي عايشة معاه، بيتدخل في كل حاجة، بيبقى موتر ومتوتر وبيوتر كل اللي حواليه. بصي، في مثل بيقول جنازة بطار ولا قعدة الرجل في الدار، أو حريقة ونار ولا قعدة الرجل في الدار. شوفي بقى قد إيه بتبقى في كارثة لما الراجل يقعد في البيت، كارثة كارثة كبيرة بجد. يعني الرجالة بيبتدي يعني يحشر مناخيره في اللي ملوش فيه، وده مش مكانه يعني، ده ولا بيت. وبتلاقي العيال يعني الصغيرة مكبوتة والأم مخنوقة، وتحس إن في مصيبة حاصلة في البيت. بيقول لك قعدة الراجل الكبير زي العقرب ورا الزير. وغالبا اللي طالع على المعاش ده بيبقى راجل عدى الستين، فتخيلوا بقى الراجل الكبير اللي عدى، الراجل الكبير زي العقرب ورا الزير، بتركض كده في الحته المرطبه اللي مبلوله الجميله اللي ورا الزير دي. تخيلوا بقى عقربه قاعده ورا الزير بقى لها مده، هتعمل ايه في الناس؟ طبعا انا اشعر. طبعا راجل قاعد في البيت مبدئيا كده في مكانه ما بيدخلوش طول حياته، لانه ما بيبقاش فاضي، المطبخ. اول ما بيقعد في البيت بقى تقوله ايه، نفسه يدخل المطبخ، ما بيدخلوش، وحشه. تقول لك اسكتي بقى، ده انا هعمل لك صينيه مكرونه بالبشاميل، انا مشهور بيها من ايام الجيش، ده انا امي معلمها، ده انا ياما طبختها في مرسى مطروح في المعسكرات، ده انا خياله قديم. وفجاه يصر انه يخش يعمل صينيه مكرونه، فجاه تلاقي الغاز بيصرف في الفرن، فجأة حاجات بتحرق فوق البوتاجاز، فجأة ده عمل حاجة قد كده، الحوض مليان مواعين قد كده، وفجأة الكوبايات بتتكسر، وبعدين ما تيجي تخش بقول لك ايه ما تعطلني، فجأة تلاقي اللبن اخضر مثلا، الموضوع ياخد له 3 4 بيضات، تلاقيه خد كرتونتين بيض عشان يعمل الطبق اللي قد كده، والقال ايه مش عايزك تخش معاه، فتتحايلي عليه ما تخش المطبخ، هو مصر زي في رمضان مصر يعمل طبق السلطه، طبق ممكن يعمل صينيه المكرونه دي في حله اصلا. لا هو عارف الصينيه لئيم، دي لئيم متربي خبير. لا ده كمان ايه، ما هو ممكن كمان ده لو طبخ لك، بس ممكن بقى يعمل حاجه اغلس كمان، ان هو يخش يقف معاكي في المطبخ، يقول لك هساعدك، او هقف معاك يا ونسك، او هخش نقعد نتكلم مع بعض شويه. غسلتي القوطه؟ ويتدخل في طب ما انت على فكره بقالك 15 سنه بتطبخي وانت مش غاسله القوطه، يعني عادي في سيستم كده، يعني عارفه تحسي فيه في نفس غريب معاكي في المطبخ، عامل لك توتر، بيعمل ملاحظات على كل حاجه، كل حاجه بتعمليها خلاص قيس فجاه في المطبخ وفي الطبيخ مش عاجباه، كل حاجه لازم يعلق عليها، فبتبقي فعلا في الاخر تبقي عايز ترمي الشوكه والسكينه والمغرفه وبتاخدي بقى ترميه هو من الشباك، يعني طب اطبخ انت بقى وريحني، لا مش هيقعد ما بيعرفش، ما بقتش عاجباك. وفي بقى النوع الثاني بقى اللي هو ده الخبير الاقتصادي الاستراتيجي، اللي هو فجاه بقى معاه السلع واسعار السلع ايه، وانت يا عيني على طول مضحوك عليكي، يدخل انت جبتي الخيار بكام؟ تقولي جبته ب6 جنيه، ليه؟ ده ب4 قوي. جبتي دي بكام؟ جبته مش عارفه ايه في عرض الاثنين ب10 جنيه، ليه؟ ده في مكان تاني بيبيعه ب7. خلاص طلعك فاشله وانت مش عارفه تصرفي، وهو قال يعني لو مسك مصروف البيت هيمشي الدنيا كلها ب100 جنيه، وهو اصلا خايب، وتلاقيه بيروح يدي الناس الفلوس ويقول له خد يا عم خد اللي انت عايزه واديني الباقي اللي انت شايفه، ولا يفهم اي حاجه. في نوع بقى جميل جدا من الرجاله، وده ما بيعملش ولا حاجه من اللي احنا قلنا عليها، نوع مسالم، ده من ساعه ما يطلع على المعاش بيعيش ايامه كانها كلها يوم الجمعه يوم الاجازه، يصحى الصبح هتفطرينا ايه، فياخد الفطار بتاعه وياخد قهوته ويطلع في البلكونه يمسك الجرنان ويفطر، يخلص يترمي على الكنبه يقعد يتفرج على التلفزيون، يا اما يقعد يقرا له كتاب، يا اما يولع ام كلثوم يقعد يبص على السما، يا اما يحل الكلمات المتقاطعه ولا تسمعي له صوت، وغالبا بيختم بالاخبار بتاعه 24 ساعه دي ويخش ينام بقى ويكون خير وشر. بس هتلاقيه غسل سنانه ودخل نام، ولا تحسي بيه اليف ولا تحسي بيه، يعني تبقي يا نهار ابيض ده هيموتني، على الاقل كان بيجي الساعه 3 الدور بيعمل الحبتين دول، دلوقتي بيعملهم من صباحيه ربنا بالليل. فتسالي نفسك سؤال، انا ازاي اتجوزت راجل بارد وصامت وابو الهول كده؟ ايه ده انت بعد كل ده؟ استنى وسقفه، انت بعد كل ده بس بصي مش عاجبك؟ ده انا فاكراكي بتقولي ان ده نوع حلو. انا ما يجي يعني اقول على الست اللي هي ايوه اللي مش عاجبها بعد ما كمل 60 سنه، ده اللي مش عاجبها دي
ده ست مفتريه وجباره، يعني كل الانواع الوحشه اللي بنتكلم فيها انت معاكي كنز وجوهره لازم تحافظي عليها. ولا كده عاجب ولا كده عاجب؟ ده 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 يتباس من بقه، ده يتعمل ايه بقى؟ نوع لما بيقعد في البيت لاي سبب بيقرر اس فجاه انه يتدخل في كل كبيره وصغيره تخص اولاده. رايحه فين؟ رايح فين؟ جاي الساعه كام؟ لابسه ليه كده؟ لابس ليه كده؟ بتكلم مين في التليفون؟ انت قاعده ليه على الواتساب لغايه دلوقتي؟ انت ليه فاتح الفيسبوك كل ده؟ مع انه كان عايش طول عمره مع اولاده، ما بيتدخلش في اي حاجه في حياتهم، عندهم كامل الحريه ومدي لمامتهم المسؤوليه بتاعه تربيتهم. مره واحده بقى الولاد اللي اتعودوا انه شكل الاب ده والتدخل ده مش موجود، ده ممكن بقى يكون موجود ومقتحم. هم في سنه كام وبقى مره واحده موجود ومقتحم، والمطلوب من الولاد ان هم اللي مش متعودين بقى لهم يتعودوا. لا على فكره مش اصل مش بمزاجك، مش في يوم وليله انت قررت تبقى جزء من حياتهم وتقعد في البيت وتركز معاهم، فهم المفروض يتقبلوا. الولاد ساعات بيتعودوا ان الام هي اللي بتبقى المصدر الاول والاخير للاوامر. صح. وللراي هو لما انت بتقتحم بس هو اللي بيخوفوه. لا يعني او اللي بيصرف بيه. لا او اللي بيصرف بس ساعات بيبقى هو بس البنك او الخزنه. فلما تقرر مره واحده انك تخش وتبقى جزء فعال في حياتهم ما تتوقعش على فكره انهم يتقبلوك في يوم وليله يعني. صح. الراجل لما بيطلع معاش بيبقى حساس جدا جدا لاي حد يقوله انت كبرت، انت بقى عندك 60 سنه، انت ما بتشتغلش، انت نزلنا من غير ما نقول لك، صرفنا من غير ما نقول لك، اختك جالها عريس واخته نمره كام؟ اخته نمره 5، يعني في 4 اتجوزوا، في 4 اتجوزوا وما شافهمش. جت بقى لما طلع على المعاش الخمسه دي لما جالها عريس، انت ازاي ما تقوليش؟ انت مش عارفه ايه؟ انت فاكره ان انا دلدول؟ انت مش عندك اخ كبير؟ انتوا ايه يا جماعه موتوني وانا عايش بالحياه؟ على فكره انت كنت بتشتغل قوي قوي الفتره اللي فاتت لدرجه انك ما خدتش بالك ان في حاجات كتير فاتتك. دلوقتي بس كرامتك ناحت عليك. عايزه اقول كمان في نوعيه واحده من الرجاله انا بعذرهم، اللي هو بيبقى شغله هو اللي مشاه. ده بيبقى غصب عنه من غير ما يبقى قاصد يتدخل. لما مره واحده راجل بيشتغل وشغله يقول له شكرا استغنينا عنك، وهو مثلا يبقى صغير عنده 30 35 40 وعنده ما هو بيدور، بيبقى عنده جاب كده وقت كده ما بين ما ساب شغله او شغله اللي مشاه يعني وما بين ما يلاقي شغل تاني. دي الفتره دي بتبقى صعبه قوي على الولد او الراجل، خصوصا لو شاب. اولا لان لو مراته بتشتغل هتبص تلاقي مراته هي اللي شايله البيت، فبيبدا يبقى حساس قوي من ناحيه الفلوس، لان هو مش بيدخل فلوس وهي اللي بتصرف، حتى لو هي مش محسسه بكده، مجرد احساسه الشخصي ان مراته شايله كل حاجه. وبيبقى مكتئب ومحبط وخايف ما يشتغلش بسرعه، فبيبدا يبقى حساس. فساعات بيبقى وجوده مش قصده يتدخل، بيبقى بس عصبي ومتنشن وكل حاجه بياخدها على صدره على مشاعره على كرامته. فالراجل ده في الحالة دي بس يعني ممكن نلتمس له العذر لو كان شوية عصبي في البيت، لو كان سنه صغير يعني مش بعد المعاش. لا بتكلم على تلاتينات اربعينات خمسينات، في عز فترة الشغل يعني. بس في ست ممكن ما تستحملش بقى نوعية الراجل ده، يعني ممكن في ست تستحمل لوقت معين، تحاول تساعده، تحاول تقف جنبه، تحاول تبقى هي سند ليه، ولو عندها ذهب فتبيعه وتقول ما هو اللي جايبولي علشان الحياه في الجبل اللي انت بتتكلمي عليها دي. ده بقاله سنه ما بيشتغلش. لا وفي واحده دي نوعيه بقى وحش. انا بتكلم على النوعيه اللي تستحمل بس ما تستحملش، يعني هي مستحمله المعيشه بس مش مستحمله اسلوبه معاها وطريقته معاها، فتزهق من كتر ما هي كل ما بتحاول تهدي عشان لو كلمته كلمه هيقول لها ما انت بتعملي كده عشان انت اللي بتصرفي، مش عارفه ايه، فتزهق فتمشي، فبرضه في الاخر يقول عليها ايه دي ما وقفتش جنبي وسابتني. يعني هي ممكن ما تمشيش عشان الحاله الماديه، هي مش ماشيه عشان انت زهقتها. البيت خلاص مش قادره تحتمل المود اللي انت بتثيره في البيت وفي حياتك، انت متضايق مضايقه كل الناس اللي حواليك. اصل مش هبقى سلدت الذهب يعني وبعتهولك وكمان ما فيش شكرانيه، بس بعد ال 60 مش هيبقى مش هسيب له البيت. لا بعد ال 60 دي لا، ما انا عشان كده بقول لك دول اللي خلاص بتبقى مستحمله وهو مستحمل وبيكملوا خلاص، يعني يجيبوا له بقى حفيد من الاحفاد، خش يا واد سلي جده عشان اقعد معاه مش عارفه ايه، فاهمه؟ عشان يلهوه عنهم. وصلنا نهايه فقرتنا قعده الراجل في البيت، وفاصل ونرجع للفقره الثانيه اللي احلى من دي كمان بكتير.